الهرودي قد لا يكون معروفا للكثير من العراقيين غير ذوي الاطلاع على خفايا الأوضاع السياسية، لكن بالنسبة للمطلعين على تفاصيل المشهد العراقي الدقيقة فإن هذا الاسم يرتبط لدى البعض منهم بالرهبة ولدى البعض الآخر بالطموحات الكبيرة. فالشهرودي الذي تتلمذ في النجف على يد السيد محمد باقر الصدر كان لفترة طويلة المنسق الخاص لآية الله الخميني مع الحركات الشيعية والإسلامية السرية والمسلحة في العراق ولبنان وغيرهما من الدول. ويقول المطلعون أن نية الشهرودي للمجيء إلى العراق خلال الأيام المقبلة تشير إلى أنه ما يزال مستمرا بتوجيه الأمور في بلد أعدم فيه ثلاثة من أشقائه. هناك احتمال يعني قوي لمجيء سماحة السيد، لكنه مجيء ليس على النحو الدائم، يعني نحو الإقامة الدائمة في النجف الأشرف، ولكن كما تعلمون أن سماحة السيد ولادته في النجف وأخذ اجتهاده من هذه المدينة المقدسة على يد أستاذه الفيلسوف الكبير السيد الشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكي. الكل يعرفون من هو سماحة السيد الهاشمي سواء كان في العراق أو خارج العراق. أكثر الدول يعني أنه كان رئيس سلطة قضائية في الجمهورية الإسلامية. ويبدو أن الإشاعات التي تتحدث عن وجود دور كبير للشهرودي خلال المرحلة المقبلة في العراق لها ما يبررها، فمكتبه في النجف يشدد على أن المرجع صاحب آراء مستقلة ويقف على الحياد من الكتل السياسية العراقية، وهي طروحات توحي بأن صاحبها يريد لعب دور كبير قد ينافس دور المراجع الأخرى، خاصة وأنه الوحيد الذي يمتلك توكيلا مكتوبا من المرجع الصدر الأول كما يؤكد مكتبه. في العمر 27 أو 28 أي حصل على أجازة اجتهاد من أستاذه الشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر، خطية يعني وليس شفوية. قد البعض السيد سمع رحمة الله على روح السيد الشهيد الأول أعطى لبعض طلابه إجازات شفوية، ولكن سمعت السيد الهاشمي الوحيد له إجازة اجتهاد خطية، ولذلك تولد اطمئنان أكثر للمقلدين سواء كان تقليد ابتدائي أو غير تقليد ابتدائي. سمعت السيد وجاب أنه لم يدعم أي جهة أو مجموعة حزبية في العراق. سماحت السيد حفظه الله يعمل بما تقتضيه المصلحة التي هو يراها بينه وبين الله، ويعمل بآرائه الشخصية، فيؤيد أنه بأخذ النصائح من العلماء حفظهم الله. ويقول مكتب الشهرودي إن طروحات المرجع الإيراني الجنسية غير مخصصة للشيعة العراقيين فحسب، مؤكدا أن المرجع مهتم بالحفاظ على وحدة العراق. لم يأتي بشارع الشيعة فقط، وإنما يريد زيادة اللحمة الوطنية بصورة عامة. العراق حتى الذي لم يعيش في العراق يعتز بالعراق ويعتز بالشعب العراقي، فضلا عن الذي عاش وولد في العراق. فالقضية ليست قضية أنه ماذا يعني إذا جاء ماذا يعمل إلى الشيعة، لا، وإنما هو باستمرار يعني يتصل ويحاول بوحدة العراق، ليس الوحدة الشيعية، وحدة العراق، وهذا أمر مهم. الشهرودي تولى زعامة المجلس الأعلى الإسلامي لعدة مرات قبل أن ينصبه مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي رئيسا للسلطة القضائية في إيران، ومن هناك صدرت إشارات كثيرة تلمح إلى أنه يمثل الأب الروحي للكثير من التيارات الشيعية كالتيار الصدري وحزب الدعوة الإسلامية بفروعه المتعددة والمجلس الأعلى الإسلامي. وتقول إشاعات مركزها النجف إن هناك قلقا لدى المؤسسة الدينية من تأثير نفوذ الشهرودي في حال رغبة بالاستقرار في العراق.